بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. معكم عبد الله السكري. النهاردة بنبدأ مع بعض دورة جديدة، دورة الكالي لينكس فروم A تو Z. الدورة دي هتكلم فيها عن توزيعة الكالي لينكس، إيه هي المشاكل والأخطاء اللي بيقع فيها الناس وهم شغالين على التوزيعة، وكمان هنتكلم عن التولز بتاعها، وهنشرح التكنيكس الخاصة بالتولز دي أو إزاي تشتغل على التولز دي، وكمان هنتكلم عن التوزيعة دي بشكل مفصل. هتتبع منهجية مختلفة تماما في الشرح على التوزيعة دي، لأن شفت لها دورات كتير جدا سواء أجنبية أو عربية. هيكون كلام سبيسيفيك أكتر على قوة التوزيعة واستخدام الأدوات وتنظيم الشغل عليها. ولو حابب إنك كمان ليك قدرة في التعامل مع لغات السكريبتنج زي بايثون، روبي، بيرل، سي، وكتبت تولز، هنعرف إزاي تضيف التولز بتاعتك دي للتوزيعة وتخليها جزء من النظام وتشتغل عليها. في الاول كده نبدا نتكلم عن موضوع الكال لينكس ده. الكال لينكس يا جماعه هي عباره عن ديستريبيوشن عاديه خالص، ديستريبيوشن زي اي ديستريبيوشن، بس الفرق ان هي مجموعه ادوات موجوده عليها انت بتحتاجها كبتريشن تيسترز في شغلك، سواء تعمل سكاننج على نتورك على السيستم، عاوز تعمل تكنيك معين للاتاك، فبتلاقي على للتوزيعه دي كل اللي انت محتاجه من الادوات، عليها كميه ادوات كبيره. السؤال اللي انت هتساله لنفسك، هل توزيعه الكال لينكس توزيعه مثاليه اقدر استخدمها كبتريشن تيستر؟ ولكن تضيف جنب ايوه تقول انك ممكن تستغنى عنها، يعني هي مثاليه وتقدر تستخدمها لكن ما فيش توزيعات تقدر تنافسها. لا، في توزيعات تقدر تنافسها، في توزيعات تقدر تنافس الكالي لينكس في قوتها، ولكن الكالي لينكس اخذت شهرة عالية بسبب المطورين والدعم اللي شغال على التوزيع. الكالي لينكس شغال اصلا تابع الاوفنسيف سيكيورتي، اوفنسيف سيكيورتي معروفة اصلا بقوتها، تمام، وبتطور السيستم ده دايما وبشكل مستمر. لكن في توزيعات تانية، في توزيعات تانية كتير جدا شغالة وبتطور نفسها، زي توزيع زي الباك بوكس، في توزيعات تانية زي البارت واتكلمت عنها في السي اتش، في توزيعات كتير جدا اتكلمت عنها، حتى البلاك ارش، في توزيعات كتير جدا فيها كمية ادوات يمكن اكتر من توزيعة الكال لينكس. ولكن الكال لينكس حصلت على شهرة في العالم العربي، الدعم العربي بتاعها قوي جدا على اليوتيوب، حتى الدعم الاجنبي قوي جدا على اليوتيوب. نقول ان الكال لينكس دلوقتي هي المتصدره في موضوع الشهره، لكن الناس اللي هي شغاله في بتريشن تيستنج ومتخصصه عارفه ان هم يقدروا يستغنوا عنها بسهوله، وممكن يستخدموا اي توزيعه عاديه خالص زي ابونتو او غيره وينزلوا ادوات اللي هم محتاجينها، او انك تستخدم توزيعه اخف منها زي الباك بوكس، فيها كميه ادوات اقل وفيها الادوات اللي انت بتحتاجها، مش محتاجه يعني ادوات وبدائل كتير زي اللي موجوده في الكال لينكس. فتبقى عارف ان الكال لينكس توزيعه قويه مثاليه اقدر تستخدمها، ولكن في توزيعات تانية تقدر تنافسها ولكن مش بنفس الشهره اللي حصلت عليها الكالي لينكس، وكمان مش بنفس الدعم اللي بيوصل ليه الكالي لينكس، لان الكالي لينكس زي ما قلت لكم اللي شغال على الاوفنسيف سكيورتي، والعالم دي شغلها قوي جدا في موضوع الفورميشن سكيورتي. كمان لازم تعرف ان الكالي لينكس توزيعه محتاجه منك اساسيات. يعني ايه؟ يعني الدورة بتاعتي دي اللي انت لازم تشتغل عليها معايا ان شاء الله، لازم تحط لنفسك الاول 1 2 3 قبل ما تشتغل معايا. 1، لازم تكون اشتغلت على السي اتش قبل كده، او معاك اساسيات السي اتش واشتغلت على السي اتش، وكمان معاك الدورات اللي تأهلك للسي اتش واتكلمت عليها قبل كده، بعد كده تشتغل معايا في الدورة دي، لان هتكلم عن التولز، بدل هتكلم عن التولز يبقى هتكلم على تكنيكس معينة في الاتاكس، والتكنيكس دي هستخدمها وكأني بشرح سي اتش من جديد، فالموضوع هيكون بالنسبه لك صعب لو انت مش معاك الاساسيات دي. كمان لازم يكون معاك لينكس بلس او ريد هات عشان تقدر تتعامل مع لينكس او توزيعات لينكس، وخصوصا ان التوزيعه دي توزيعه مبنيه على ديبيان، فمحتاج انك تكون قوي في التعامل مع توزيعات لينكس عشان تقدر تتعامل مع التيرمينال والاوامر والكوماندز والكلام ده كله. طيب، ده اللي انا عاوز اتكلم فيه. طيب النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل انستوليشن. اول حاجه محتاجها انك تحمل الايزو بتاعتك من على الموقع الرسمي. تاني حاجه محتاجينها انك تشوف نظام وهمي تشتغل عليه، سواء في ام وير ورك ستيشن او فيرتشوال بوكس. الفي ام وير ورك ستيشن يا جماعه
هو اقوى شويه من الفيرجوال بوكس، ولكن مشكلته انه بيشتغل على 64 تمام، ما عادش دلوقتي بيشتغل على 32. حتى الويندوز بيقول لك لو انت شغال على 32 بتاخد اصدار اقل شويه، الاصدار التاسع او العاشر بتشغله عندك، لكن ال 11 و12 فيما فوق بتشتغل على ال 64. حتى في توزيعات اللينكس برضه بيشتغل على ال 64، مش هتلاقي منه 32 لللينكس. لكن الفيرجوال بوكس بتبقى عندك اوبن سورس، بتشتغل على ال 32 وال 64، خفيفه، اسرع شويه من الفي ام وير، ولكن مش بنفس القوه. ولكن مؤخرا بداوا ان هم يحاولوا يواجبوا موضوع الفي ام وير ويضيفوا لها اوبشنز جديده وفيتشرز جديده عشان تبقى اقوى من الفي ام وير، وكادت ان هي دلوقتي تتفوق على الفي ام وير. يعني في ناس بتحب الفيرجوال بوكس وتستخدمها اكتر من الفي ام وير تمام، ولكن انا عن نفسي بحب الاثنين، بشتغل على ده او ده. لو انا على لينكس بحبز الفي ام وير او الفيرجوال بوكس، ولكن لو انا محتاج ان انا اشتغل على 32 بشتغل على الفيرجوال بوكس دايما، سواء على ويندوز او على لينكس. طيب يبقى احنا هنثبت حاجه تشتغل عليه، وليكن ان احنا هنشتغل على الفي ام وير. عاوز تشتغل على الفيرجوال بوكس هتلاقي ليها دورات كتير جدا، وممكن تلاقي فيديو واحد مجمع لك موضوع الفيرجوال بوكس ده تمام. طبعا المفروض ان انا ما اتكلمش في موضوع الانظمه الوهميه، لان انت اكيد مش هتدرس دوره كال لينكس ولا هتشتغل معاه الا لما تكون درست سي اتش زي ما قلت لك ومعاك دورات، فهتكون فاهم موضوع الفيرجوال ورك ستيشن او النظام الوهمي اللي انت هتشتغل عليه ده بيشتغل ازاي، يعني عندك خبره سابقه فيه يعني. نبدأ نشوف هنعمل ايه. الاول ان احنا محتاجين ننزل الكالي لينكس، فلو قلت هنا كالي لينكس وقلت له هنا داونلودز، انا محتاج ان انا انزل التوزيعة، بلاقي عندي هنا 64 بت و 32 بت. من رأيي المتواضع او رأيي الشخصي يعني تنزل ال 32 دايما. ليه؟ ال 32 بيكون افضل ليك انك تشتغل على الاصدار ال 32، خصوصا لو انت شغال فيرجوال او شغال على نظام وهمي عن ال 64 تمام. بيكون الموضوع بتاعك او شغلك يعني بيكون اسهل بكتير، وكمان السرعه في الاداء بتكون اعلى شويه. واحد يقول لي هو ايه علاقه ال 32 وال 64 بالسرعه؟ والله انا جربت الاثنين، انا مش عارف ايه العلاقه بالظبط، بس كل ما كنت بنزل 32 كنت بحس ان الموضوع معايا سهل شويه والسرعه عاليه شويه معايا في التعامل مع التوزيعه، وكمان في عمليه الانستوليشن والشغل بتاعي وما بياخدش وقت اكتر عن ال 64. فال 32 بتكون افضل لو انت هتشتغل فيرجوال. لكن لو عاوز تنزلها اساسي، وده خطا كبير جدا انك تنزل التوزيعه دي اساسي، فمن الافضل انك ما تنزلش التوزيعه دي اساسي. يبقى غلط كبير انك تنزل التوزيعه دي اساسي. فلو نزلتها اساسي هيحصل مشكله، لانك انت بتضغط على التوزيعه عليها كميه كبيره من الادوات، وكمان انت هتسطب ادواتك الشخصيه لو في مجموعه من البرامج اللي انت بتستخدمها. فمن الافضل انك تستخدم التوزيعه دي كفيرجوال وتستخدم توزيعه ثانيه كتوزيعه اساسيه تمام. هنا بقى بيديك مجموعه من الديسكتوب environment، هنا بيقول لك لايت. لايت طبعا بيكون حجمها قليل، مالناش دعوه بيها. نتكلم هنا مثلا على الاي 17 الكي دي اي الميت الاكس اف سي اي، دي كلها ديسكتوب environment يعني واجهات رسوميه. فبتحب الكي دي اي نزل الكي دي اي، بتحب الميت نزل الميت. ولكن لاحظ ان هنا عندك ال 64 كلهم، كل دول 64 اللي عليهم الواجهات الرسوميه الجديده دي عليهم كلهم 64. فيستحسن انك تنزلها بالواجهه الرسوميه العاديه بتاعتها، وتنزلها ال ام 32 او 64 عادي. طيب ولكن بدلها تشتغل على فيرجوال زي ما قلنا، يستحسن تنزلها 32. وطبعا انت وراحتك، عاوز تنزل 64 مفيش مشاكل، نفس الشغل ونفس النظام. طيب موضوع الفي ام وير، في ام وير ورك ستيشن، لو جينا على موضوع الداونلودز، طبعا ال VMware Workstation بتشتغل بسيريال، محتاج سيريال اصلا عشان تسطبها. فبتنزل الاصدار اللي انت محتاجه وبتدور على السيريال بتاعك على الانترنت، بتلاقي ليها سيريالز كتير جدا وبتبقى شغالة عادي، تديك الصلاحية و
بتشتغل معاك. طبعا هنا بيقول لي كل الداونلودز بتاعتك، هنا ماي برودكتس والبرودكتس بتاعتك، بيقول لك انت عاوز تختار مثلا ويندوز ولا لينكس. استنى بس لما يبدأ الويب سايت يحمل معانا عشان نشوف الموضوع بالنسبة لنا. لو جيت هنا على موضوع الدبل لودز، طبعا هو بيعمل لودنج اصلا، هو كده كده اصلا داخل على دبل لودز، فبيعمل لك لودنج، فبيجيب لك كل البرودكتس بتاعتك اللي انت عاوز تشتغل عليها او تحملها. يعني لو انا رحت هنا لدبل لودز ضغطت عليها، هقول له انا عاوز اشتغل على ورك ستيشن، لاحظ ان انت مجرد ما تدخل عليه تبقى عارف ان انت نظام الويندوز بتاعك 64، لانك لو هتشتغل على 32 يبقى لازم تجيب اصدار اقل. فبتروح تعمل ايه؟ بتنزل كده هتلاقي عندك 11 و12، يبقى كده خلاص اصدار التاسع والعاشر مش هتلاقيهم موجودين على الويب سايت، خلاص هو بيدعم دلوقتي ال 12 وال 11، فيقول لك ان هو مش دلوقتي شغال على ال 64. فلما تضغط هنا على الفي ام وير في الويندوز هيقول لك ان هو شغال هنا على الويندوز بروفيشنال، وهتلاقيه 64 مش هيشتغل على 32، وبرضه لينكس نفس الكلام. فبتنزل السيستم بتاعك سواء لينكس او الويندوز، وبتلاقي له سيريال نمبر على الانترنت بكثافه عاليه جدا، لو كتبت سيريال نمبر هتلاقي السيريال نمبر بتاعه، وكمان في مقالات بتبقى حاطه اللينك بتاع التحميل وكمان مع السيريال نمبر، يعني مش هتغلب يعني لو جيت تدور على السيريال نمبر. طيب يبقى تحمله من هنا الاول وبعدين تدور على السيريال نمبر، ده امن تمام، يعني ما تحملوش من عليه موقع تاني او مصدر تاني عشان بيبقى ملغم او في تراجون وبيبقى مشفر على درجه عاليه جدا من التشفير، بتشغله بيحصل مشاكل عندك. فالافضل انك تشتغل من على الموقع بس، نزله الاول من هنا وتدور على اي سيريال نمبر في اي موقع او اي مقاله او اي مثلا مواقع بتدعم السيريال نمبرز، تقدر تنزل السيريال بتاعك وتستخدمه. طبعا نيجي بقى لموضوع الفري سورس او اللي بنسميه الاوبن سورس، وهنستخدم ال فيرتشوال بوكس. الفيرتشوال بوكس ده اوبن سورس، يعني مش محتاج منك انك يكون معاك سيريال نمبر، بيشتغل على 32 ولا 64. فلو رحت هنا للهوستس بتاعك وضغطت انتر هنا كده ويندوز هوستس، هتلاقي بدأ ايه يشتغل معاك وينزل معاك، هتلاقي حجمه 117، اصغر بكتير من ال فيرجوال بوكس او الفي ام وير ستيشن قصدي يعني. فالفيرجوال بوكس بيكون اخف شويه وحجمه صغير واوبن سورس، فهيكون بالنسبه لك دعم قوي انه يشتغل ال 32 وال 64 مع بعض. ده بالنسبه لي شغلنا في المتطلبات بتاعتنا. نبدا نستخدم ال ورك ستيشن بتاعي، هبدأ أقول له هنا نيو فيرجوال ماشين أو كنترول إن عادي، بقول له إن أنا هشتغل على كاستم أدفانسد. طبعا لو اشتغلت على كاستم أدفانسد هتبقى شغلك عالي شوية ويطلب منك طلبات كتير، أنا بالنسبة لي بحبس دي. لكن أنت عشان شغال على الفي ام وير قبل كده وعارف ان التيبيكال هي الستاندر والناس شغاله كلها بتضغط على التيبيكال وتشتغل، ده افضل بالنسبه لك عشان ما تلعبش في حاجه او ما تبوظش الدنيا عندك يعني، فيستحسن تضغط نيكست على طول. يبقى انت تختار تيبيكال تمام. بعد كده بقول له ان عندي الايزو عندي على الجهاز، فبقول له والله ان انا عاوز اختاره عندي في السيستمز، عندي مجموعه سيستمز لا باس بيها يعني، بختار عندي التوزيع، توزيع انزلها امبارح، بقول له الكال لينكس، بقول له اوبن، بعد كده نيكست. بتختار ديبيان، طبعا الديبيان بتاعتك وليكن هقول له ديبيان 6 مفيش مشاكل، واقول له هنا كالي لينكس، مستحسن تحط الاصدار بتاعها كمان، واقول له نيكست.
بيقول لك هنا تاخد مساحة من الديسك 20، مفيش مشاكل لو تاخد 20، ويستحسن لو عاوز تزود شوية زود، خليه مثلا 30. تمام، نيكست. بعد كده بيقول لك الرامات بتاعتك او الميموري 512، ده مستحيل اصلا، فبقول له كاستمايز. ببدأ ارفعها عندي تكون قريبة من 2 جيجا، طبعا بيقول لك الماكسيم عندك 4 او 8 يعني، لكن انا ما اقدرش ارفعها ل 8 او 4، هأثر على بقية شغلي، وحتى لو عاوز اشتغل على نظام فيرجوال تاني يبقى معايا مشاكل. فلا اما توديها الاتنين بالظبط، لا اما تقرب لها من الاتنين شويه. تمام، خصوصا ان عندي رامات 4. تمام، فيستحسن انك تكون مثلا نخليها 2 مفيش مشاكل، او قريبه من الاتنين. تمام، بيكون عندك فرق بسيط بس صغير، ما توصلهاش ل 2 جيجا. تمام، عاوز توصل ل 2 جيجا مفيش مشاكل، ولكن انا اللي بيريحني ان ما اوصلهاش ل 2 جيجا، عشان الفرق الصغير ده اضيفه لاي نظام تاني او شغل تاني. تمام، الانترنت عندك بيقول لك هنا نات، وفي عندك بريدجت لو انت عاوز تشتغل على الشبكه بتاعتك، يستحسن تسيبه نات زي ما هو عادي. تمام، وبعد كده بقول له كلوز. تمام كده الاعدادات بتاعتي مظبوطه، بقول له فينيش. موجود عندي قال لي 1 جيجا و6 من 10، بروسيس واحد، الهارد 30 جيجا، وابدا اقول له اعمل لي باور اون. زي ما انتم شايفين بيبدا يشتغل معاك السيستم، فبيقول لي انت عاوز تختار ايه، هقول له والله اني اشتغل على انستول. لو اخترت انستول دي هتلاقي نفسك داخل في متاهات، فيستحسن تقول جرافيكال انستول عشان يبقى الموضوع معاك في جرافيكال يوزر انترفيس، ويكون الموضوع بالنسبه لك سهل. فبقول له ان انا هشتغل على الجرافيكال انستول. بيبدا يشتغل معاك عادي جدا. الناس اللي شغاله على توزيعات او ديستريبيوشنز قبل كده فاهمه الموضوع ده ماشي ازاي، وفاهمه شغال ازاي اصلا. خصوصا الناس اللي شغاله على ديبيان، لان التوزيع دي مبنيه على ديبيان اصلا. تمام، زي ما انت شايف مكتوب فوق ايه، قال لك باي اوفنسيف سيكيورتي، يعني اللي داعم للموضوع ده اوفنسيف سيكيورتي. فلما نيجي نتكلم ونقول ان انت عندك مثلا مثال بسيط، ان في عندك 2 سوبر ماركت تحت البيت، سوبر ماركت فاتح بقاله 20 سنة ومشهور، وسوبر ماركت تاني في نفس الاكل وفي نفس الخدمات وفي نفس كل حاجة بس فاتح جديد، ايه اللي يفرق؟ ان السوبر ماركت الاولاني قريب من البيت وقديم، والتعامل معاه ما بينك وما بينه فترة طويلة، فبتروح تشتري منه، على عكس التاني بيكون جديد بالنسبة لك، في نفس الامكانيات بس انت ما بتحبش تتعامل مع حاجه جديده، او ما بتحبش تاخد تجربه جديده. فالناس كده بتهتم بالايه، بالكال لينكس، ان الداعم ليه حاجه موثوق فيها زي اوفنسيف سيكيورتي، وفي نفس الوقت مشهوره. ده مثال بسيط يعني. بيقول لي انت عاوز تختار ايه، اقول له والله انجلش، سيبه انجلش زي ما هو. اللغه ايه، اقول له سيبها يونايتد ستيت عادي. هنا امريكان انجلش مفيش مشاكل برضه، سيبه. بيعمل ديتكشن للهاردوير بتاعي، هوقف التصوير لغاية ما يخلص الجزء ده. زي ما انتم شايفين بدأ يشتغل معايا عادي جدا، بيقول لي ان هو عاوز يشتغل على الكونفيجريشن خاصة بالنتورك بتاعك. بيقول لك الهوست نيم، الهوست نيم ده اسم الجهاز، فيستحسن تحط اسمك عشان ما تحسش بالغرابة، فانا يستحسن احط اسمي، فاحط اسمي عبد الله.
الشكل ده كده واقول له كونتينيو. اللوكال دومين برضو انا هسميه نفس الموضوع، اقول له عبد الله. كونتينيو. الباسورد بتاعك انت اللي بتحطه، ويستحسن يكون مألوف بالنسبه لك عشان ما تنساوش ويحصل معاك مشاكل. قول له استرن عادي. هنا بيعمل ديتكشن للهارد ديسك. بيفتح لك البارتيشنر بتاعك عشان تقسم. انت ممكن تعمل هنا يوز انتاير ديسك مره واحده، تمام، وده انا بحبذه لان انا اصلا مش شغال على توزيع حقيقيه يعني، او مش شغال على هارد فيزيكال حقيقي. فلو عاوز تشتغل مانيوال بتقول له كونتينيو عادي جدا. بعد كده بقول له ان انا هشتغل على الهارد بتاعي هنا، فبضغط ضغطتين بقول له ايوه عاوز اعمل بارتيشن تيبل جديد. بقول له والله عندي 32، هقول له كريت بارتيشن جديد. الحجم هديه 3 جيجا بايت، ودول هخليهم سواب عشان يبقى كفيرجوال. ماشي، نخليه برايمري عادي. بيجيننج مفيش اي مشاكل. وابدا اقول له ان انا عاوز اشتغل على التايب بتاعه هيكون سواب، سواب اريا. تمام، اقول له دن. هنزل على بقيه المساحه، هقول له كريت بارتيشن جديد. هسيب نفس المساحه هي هيها واخليها برايمري برضو، واسيبه الماونت بوينت للروت. والشغل بتاعه هيبقى اكس تي 4 عادي جدا، ده عشان يبقى هخزن فيه ملفات اصلا. فاقول له دن. قدامك حل من الاثنين، لا تخلي كل المساحه في الروت زي ما انا عملت كده بقيه المساحه، او تعمل لك كمان بارتيشن للهو. ولكن انا عن نفسي بخزن كل ملفاتي على الروت، فاعمل بارتيشن جديد للروم ليه؟ للهوم ليه؟ والفيرجوال انا بقدر ممكن اضغطه واخده معايا على جهاز تاني، يعني مش هيبقى ثابت معايا في الهارد. تمام؟ انه فيرجوال. فاقول له هنا فينش. اقول له ايوه اعمل رايت. اختار يس. كونتينيو. بكده هيبدا يتسطب معاك السيستم ويعمل لك انستليشن زي ما انت شايفين. هقفل التصوير لغايه ما يعمل انستليشن، وبعد كده ايه نكمل كلامنا. زي ما انت شايفين دلوقتي بيطلب مني، بيقول لك ان في عندك نتورك ميرور ولا لا. انا بقول له نو، ما عنديش نتورك ميرور. فبيعمل لي كونفيجريشن للباكج مانجر بتاعي. تمام، الموضوع اصلا بيطول اصلا في عملية الانستليشن. تاني حاجة اطلبه منك هو البوت او الجراب بوت مانجر. زي ما انتم شايفين انستولينج الجراب بوت لودر، بيعمل لي انستول زي ما احنا شايفين اهو، يعمل ران الباكج بريبيرنج ليها انستليشن للجراب 2 كونفيجريشن للجراب. طبعا الجراب ده بيسموه الجراند بوت او الجراند يوريفايد بوت لودر، وده عشان عمليه الاقلاع. تمام، زي ما شايفين looking for other operating systems، بشوف لو كان في operating systems تانية. بقول له انت عاوز تسطب الجراب؟ ايوه. بقول له ايوه، بختار yes. بقول له continue. بقول له انت عاوز تسطبه فين؟ فبختار الهارد بتاعي. بقول له continue. بيبدأ يكمل
انستليشن للجراب بوت لودر على الديف اس دي اي، وده الديفايس او الفولدر الخاص بالديفايسز، والاس دي اي ده هو الهارد بتاعي بيعمل ابديت ليه. بعد كده بيبدأ يعمل، يقول لك خلاص ان هو فينيش للسيستم بتاعك، بيعمل ديزيبلنج للنت ديسك، وبيعمل سيتنج للهارد ديسك كلوك او الهارد وير كلوك، وبعد كده بيقول لك ريبوت، يعني ابدأ اعمل ايه عملية اعادة اقلاع للسيستم من جديد، وبيعمل فينيش الانستليشن. زي ما انتم شايفين العملية اصلا مش صعبة، تمام. الخطوة الأخيرة دي بيقعد فيها شوية عما يبدأ يعمل finish الانستليشن. نوقف التصوير. زي ما انتم شايفين خلاص خلص، بقول له continue. خلاص انتهى الموضوع، بيعمل remove لمجموعة من اللايف باكجز، بيشيلها خالص، وبعد كده يبدأ ايه يعمل ريبوت. نوقف التصوير تاني. طبعا انا بوقف التصوير بس عشان الدرس ما ياخدش مني فترة طويلة او يبقى حجمه كبير في الرفع. كده العملية تمت، وزي ما احنا شايفين خلاص اتسطب عندنا النظام وبيعمل اقلاع زي ما انتم شايفين. طبعا هنبدأ نوقف الدرس وننهي درسنا، بس مجرد ما يطلب مني بس اللوجين. اعتقد ان الدرس بتاعنا بسيط وسهل ومش جديد عليك. الدروس الجاية ان شاء الله هنبدأ نشوف المشاكل بعد التسطيب، ونعرف كمان نظام التولز وهنقسم التولز بتاعنا في الشرح ازاي. فأتمنى يكون درسنا عجبكم. استنى بس شوية عما يبدأ يطلب مني اللوجين. طبعا الـ PIX for samples ده مشكلة بتحصل يعني في معظم الـ VMware Workstation اللي هو الإصدار القديم اللي هو التاسع أو العاشر، مش تحصل عندك في الحداشر أو الاتناشر. استنى شوية عم يبدأ يطلب مننا اللوج إن. تمام، اعتقد مازال لسه يبدأ يقلع عندي. تمام، السهم ظهر عندي هنا اهو، المفروض يبدأ يطلع عندي. تمام، زي ما احنا شايفين قال لي اليوزر نيم بتاعك، قال له روت، الباسورد بتاعك اقول له الباسورد بتاعي، لوجن، وهتلاقي السيستم هيشتغل معاك. اتمنى درسنا يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وان شاء الله الدرس الجاي هنبدأ نتكلم برضو عن الكال لينكس. طبعا الدروس اللي احنا ماشيين عليها في منهجيتنا في الدورات، احنا مقسمين الدورات بتاعتنا كل اسبوع بضيف مجموعة من الدروس، شوية خاصة بالسي
دروس تانية خاصة بالباش سكريبتنج فور بتريشن تيسترز، دروس خاصة بالروبي اند بايثون فور سكيورتي، والدورة دي هضيف درس كل أسبوع بحيث إن أقدر أواكب بقية الدورات إن شاء الله، ومش هيبقى فيه تقصير في الشروحات بإذن الله. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا لكم.